السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ بخير، أتمنى أنكم تكونوا بصحة جيدة. المهم اليوم أنا جيت نقول لكم واحد الحاجة اللي ضرتني بزاف، ضرتني وألمتني بزاف، وبغيت نشاركها معكم ونشوفوا ردود الأفعال ديالكم ونشوف رد الفعل ديالكم وديال الجمهور. هو واحد القضية، حنا فينا احنا المغاربة مع كامل الأسف احنا ناس كرماء وناس ظريفين وناس بشوشين وناس حنان وناس كنحنوا في البراني، سيرتو البراني كنحنوا فيه احنا بزاف. المشكل اللي خلاني ندوي اليوم ونجي باش نشارك معكم اليوم هادشي اللي غنقول لكم انا مهم بزاف باش نقولوا لكم، هو كيقول لك يعني الانسان ملي كيكون طايح 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 انسان اخر، واحد كيجي واحد اخر كيورق عليه كيعاود يغرقه كيطيحو كاع اكثر، كيكون هو طايح شويه كيبان فيه شويه ديال الراس وهذا وكيجي واحد كيورق عليه. المهم ما علينا، اللي بغيت نقول لكم اليوم هو تخيلوا معايا، هادي بريسك واحد 3 سنين تقريبا 3 سنين ما درتش فيسبوك، عامينوس ما تكونش عامين ونص درت فيسبوك باش كنتواصل مع الناس يفطوا لي مرحبا. تخيلوا الغريب في الامر ان واحد بزاف ديال الناس كيفاش ما غتمرضش، ماشي نفسانيا غتمرض، عقليا كاع. والله العظيم الى واحد تقريبا ما نقولوش 60% 70%، نقولوا واحد 50% كيصيفطك ميساج، واحد الميساج اش نقول لك، موديل يعني ميساج كيخليك انك تكون يعني ما تزيدش قدام، انك تكون محبط وانك يعني تزيد في ذاك الاحباط ديالك وتزيد في ان ذاك الشيء اللي هذاك المشاكل اللي عندك كتزيدك مشاكل اخرين جداد. شنو الميساج؟ الميساج اللي يخدي 50%، ما نقولوش حنا 60% ولا 70%، نقولوا 50%، كيقول لك وفينا السعاي، وفينا وس السعاي، ولا كيدير لك في كومونتير شنو زعما، شنو ما فهمتش، شنو المعنى ديال زعما، شنو المعنى؟ حيت انا خرجت بداك الفيديو في الاول فاش قلت لهم وفسرت المغاربة وقلت لهم فوالا كاين صرا لي مشكل، حيت المشكل اللي كيصرا لك ولا كيطرا لك مشكل من غير بلادك كتكون حاجة أخرى. وحتى الناس المغتربين هنا والناس اللي في أوروبا عندهم مشاكل مع عيالاتهم غادي يعرفوا هاد الحوايج، لأن كاين واحد 80% ولا علاش ما نقولوش 90% ديال المغاربة عندهم مشاكل هنا مع عيالاتهم ومطلقين، ونفس المشكل نفس المشكل، لأن هنا ملي كتطلق ولا كيطرالك مشكل مع المرأة كيجيو البوليس أول حاجة كيقول لك اسمح لينا سيدي، كيسولك واش الدار ديالك ولا ديال مرتك ولا ديال المرأة عندها الولاد، كيقول لك اسمح لنا سيدي ممكن تهز حوايجك وتفضل معنا الله يعاوننا ويعاونك، أشغل مش فيك، بات في الزنقة، بات في برا، بات في الثلج، في البرد، موت. المهم هاد الناس كيعرفوا هاد الحوايج هنايا، الناس اللي عايشين في أوروبا. في المغرب كاينين الناس كيعرفوا، راه تبارك الله ولا عندنا انفتاح على أوروبا، راه حنا في المغرب مغاربة تبارك الله راه أذكياء. المهم ما علينا، كيعرفوا هادشي بان كيقول لك خرج قلب على راسك، المراه هي اللي خصها تبقى في الدار هي والدراري. المهم هذا المشكل اللي كاين هو انني انا دغيا تنتعصب، ملي كنتعصب كنلقى ما كنقدر نرد، واش كاين اللي كنرجع عليه؟ انا نورمال كنتعصب، كيقول لك السعاي عرفت واش جيت سعيدك في الدار، واش جيت عندك داركم، واش جيت اي واحد كاين ممكن يطرى له مشكل، اي واحد حتى لا كنسعاو ان انسان كنا كنسعاو الله تبارك وتعالى، وحتى لا سعينا حشومه انك تألمني وتقولي هذيك الهضره، وانا في واحد الظرف انا كنضحك غير من الفوق، اما الله اللي عالم بيا انا جيت نعاود لكم بزاف داكشي، ما كنبغيش نبكي بزاف، نبكي على الناس وكنبين دائما راني بخير وضحك وكذا ومدبرة حكيم كما كنقولوا. المهم ما علينا، الله تبارك وتعالى كلنا تنسعوا الرحمه ديال الله عز وجل، كلنا تنسعى، كلنا لا كبير ولا صغير، هذاك في الزنقه كيسعى، كلنا حتى واحد ما خرج من الدنيا ما خرج من عقيده. والله تبارك وتعالى كيقول في سوره الدوحه
الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فهديت وأما السائل فلا تنهر. شوف صاحبي الله تبارك وتعالى والكرم ديال الله. يعني السيدة جاية من المغرب في الطيارة عندها سوء نية، عارفة غتجي هنا غادي تعرف غادي تقرا، والسيدة ملي كنت في المغرب دوز ليها البيرمي، أنا عرفت ملي كتجي هنا خصك تسوق ولادك ضروري الطوموبيل، دوز ليها البيرمي من عندي، علمتها تسوق في الطوموبيل ديالي. كنت عندي الطوموبيل ديالي بوحدة وكنت كاري طوموبيل أخرى على حساب الشركة ديالي، على حساب الخدمة والشركة ديالي. كانت عندي واحد الطوموبيل كليوكات علمات، وعلم واحد صديق ديالي اللي كيسوق بيا، حيت انا قالت لك لا انت ملي كتركب حدايا غنتخلع منك، وهذا راك عارف داك الحساسيه مع الراجل مع المراه ملي كيدوزوا واحد الفتره ديال الزواج ما كيبقى تحملها ما كتبقى تحملو اوتوماتيكمون داكشي، وما عرفش المهم في هذا الحصر الحالي اللي كنعيشو دابا بحال كيولي هو العدو اللدود ديالها. مهم كيولي بحال المش مع الفار، كتقول لك لا ما تركبش حدايا انت تسوق بيا، لان انت اصلا ملي كتشدني الخلعه وما كنسوقش مزيان. واخا واحد صديق ديالي كنسوق بيا يلا طلع سيدي بعد تعلمات. مهم انا كان عندي حسن نيه جايب على اساس ان الاولاد يتعلموا ونزيدوا شويه القدام وقدوا امور ديالنا، نمشي نخدم في المغرب ونجي نبقى غادي جاي. كان قدر الله ما شاء فعل وما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل. سيدة عندها سوء نية حرشوها والديها وعائلتها وواحد العائلة عندها لا من 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 نهضروش في الناس. مهم هذا ما نهضروش في الناس، كنا كنهضروا على الهضرة ديال دي الناس نيت. ف وقع اللي وقع عادي، انا انسان كنشارك مع الجمهور ديالي اي حاجه، واللي خلاني ندير هذاك الفيديو نشارك مع الجمهور هو ان كيوصلوني رسائل من عند شباب مغاربه وفي هذا الدومين ديال الكوميدي، كيقول لك عاوننا استاذ، والله يحفظك استاذ انت سبقتينا في الكوميدي، عاوننا عطينا افكار. وانا ما كنقدرش نرد عليهم، هذيك لا بيريود كان عندي مشاكل كبيره، مشاكل كثيره. واحد كيقول لك واش كاين شي جديد، ولا وحده فان ديالي كتقول لك واش كاين شي جديد، بزاف كيجوني كنلقى بزاف الميساجات واش كاين شي جديد واش كذا واش هادي، وسيرتو في كل شيء في لاباج، في كل شيء لاباج، ويديا بردوا عليا وصابقاش عندي لقانه الخدمه. لهذا خرجت بهذاك الفيديو باش نوضح الناس كومون سا سباس، شنو واقع، باش يقولوا فوالا السيد راه في واحد المحنه في واحد الحاله اللي ماشي تلهيه وحاله مخايبه. هذا هو الهدف من ذاك الفيديو، ماشي الهدف ديالو الطلبه ولا السعايه، نو ماشي الهدف كان انا فعلا انا اي واحد كيبغي بلاده كيبغي يرجع لبلاده ويشوف حبابه ويشوف الاهل الاصدقاء الوالدين ديالو الوالده ديالي، فكنت باغي نرجع فهمتي، كنت يعني كان عندي، ولكن هذيك البلاصه فين غنجلس ولا فين نسكن انا ما نقدرش نسكن عند واحد، عند صديق ديالي ولا عند اختي ولا عند خويا ولا عند ولا مع الوالده، ما نقدرش ما تعطينيش نفسي هكا، انا ما خصني نسكن بوحدي، حتى بغيت نفكر بوحدي، بغيت نخدم بوحدي، بغيت نكتب بوحدي. هذا هو الهدف اللي كان من هذيك الرساله اللي وجهتها حتى لجلاله الملك الله ينصرو، وجهتها حتى للمسؤولين عادي. المشكل اللي كاين هو كيوصلوني رسائل، وهذا الشيء على انني اضطريت دابا غنحيد الفيسبوك، غنحذف الصفحه ديالي ديال الفيسبوك باش ما يوصلونيش بحال دوك الرسائل. ما واحد كيكتب لك في كومونتير وفين السعاي، وواحد يقول لك يدير لك كيصيفط لك في هذا في الميسنجر، ولا شي وحده كتكتب لكم اي خوبت الخوبت الخوبت زعما ديال بصح الخوبت. انا ما كنبغيش نقول المشاكل، كنبغي دائما نجي باش نضحككم باش، وكانوا هذاك الوقت كيصيفطوا لي بزاف ديال الشباب في انستغرام ولا في لاباج ولا في الفيسبوك، كنت كنشوف لاباج فيسبوك كيقول لك اودي عاوننا هذا واش ممكن تعاوننا. لحد الان دابا الحمد لله راني انا بخير وعلى خير، كنطمنكم يعني كنقول لكم الحمد لله ربي كبير، وعندي فكره علاش ما نديروش واحد البرنامج بحال البرنامج، نجيبوا فيه مواهب يدخلوا عندي لاشين
مواهب ونديرو سكيتش، كل واحد يدير سكيتش غير دير جوج دقائق ونشوفو شكون احسن سكيتش غادي يكون مزيان وغيربح معانا. نديرو جائزة مثلا ايفون، ولا جائزة عبارة على ايباد ولا ايفون ولا يكون ولا سامسونج، علاش لا سامسونج من هاد الاس 20 ولا ايفون، نديرو ايفون برو ال 11 برو ولا 12 ويربح معانا. شكون اللي غيربح معانا في ديك المسابقة ديال هاد السكي؟ وهاد الفكرة كانت عندي شحال هادي، كانت عندي الفكرة، ولكن نظرا للمشاكل اللي كانوا عندي والراس عامر وجريمة هنا جريمة هنا والمحاكم هنا في بلاد اخرى، حتى القانون هنا ما كنعرفوش، ما كنتش كنعرف القانون ملي جيت لاوروبا وطرا لي المشكل ودعتني المراه وقع لي هذاك المشي، ما كنتش كنعرف القانون، ما كنمشي عند محامي ما تنعرفش حتى الوراق، ما يعطوني ورقه ماشي كنجمع ورقه على ورقه، كنشد ورقه كنلوحها ما عنديش مشكل، ما كنتفكرش بان هذيك الورقه راه غنحتاجها ولا. المهم نديروا هذا البرنامج هذا ونشوفوا شكون احسن سكيتش ديال جوج دقائق. حاولوا انكم تبارطاجيو هذا الفيديو هذا، وغادي يربح معنا اللي غنديروا بيان سور مسابقه مع الجمهور، يعني شكون اللي عجبكم السكيتش، شكون ما عجبكمش السكيتش ديالو، فين كان المشكل، فين كان الخلل، ومن بعد غادي يربح معنا، غيكونوا جوج جوائز، جائزه ديال الجمهور اللي هي عباره عن ايفون، وكذلك الجائزه ديال اللي غيربح معنا في المسابقه كذلك جائزه ايفون. غنشوفوا واش ايفون 11 برو، انا خدام اصلا نيت بايفون 11 برو، ولا غنشوفو ايفون 12، المهم على حساب مصاحبه، حنا غنشوفو مسابقه. نقول لكم بارطاجيو هذا الفيديو هذا على اوسع نطاق، اللي تخلى شين ديالي ودير ابوني، حاول انه يتابونا ويصيفط العائله ديالو تابونا وكل شيء تابونا، وبارطاجيو هذا الفيديو باش يوصل دوك الشباب اللي كانوا كيصيفطوا لي كيقول لي عاوننا عاوننا استاذ، شوف لينا كذا، وكانوا عندي مشاكل الله يحسن العوان. دابا بارطاجيو هذا الفيديو باش ممكن نديروا شي حاجه في المستوى ونشوفوا دوك السكيتشات، مع العلم انني انا غندير السلسله ديالي اللي قلت لكم، السيد راه موجود غير باقي دابا في طور الكتابه كنكتب، عارف الكتابه كتاخذ شويه وقت. مهم غادي نديروا هاد السكيتشات وغنشوفوا شكون اللي احسن سكيتش، والتصويت ديال الجمهور والتصويت ديال الناس اللي عندهم المام بهذا الميدان هذا، وواحد غيربح من الجمهور ايفون وغيربح معنا كذلك المتسابق ايفون. حنا علاش ما نديروش، نقدروا نديروا جوج متسابقين وواحد من الجمهور، نقدروا نديروا ثلاثه الجوائز، وان شاء الله غادي يكون واحد البرنامج في مستوى نضحكوا ونطلقوها، ما كاينش نقولها ونضحك عليها ما كاينش مشكل. هادشي اللي بغيت نقول لكم، المهم راني كنبغيكم بزاف، بارطاجيو هاد الفيديو، بارطاجيو على اوسع نطاق، ما تخليوهش يوقف، بارطاجيو، لان هاد لاشين هادي ما كناكلوش منها خبيز، عاد بدينا الحمد لله، نقولوا الحمد لله، ولكن داكشي اللي قسم الله كنقسموه مع الحباب ومع الاهل ومع الاصدقاء ومع الناس اللي ما فحالهمش، وشي ما كنبغيش نقولو. وعندي ورق ديال الأرية وديال هذا باش كنصيفط داكشي، المهم شي مره نوريكم على الوراق، نوريكم السميات باش تشوفوا بعينيكم. وكاينين شي عيالات هنا راه كيشوفونا، اللي ما خصنيش نقولها، عاونتهم هما عارفين، عاونتهم بزاف 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 ماديا، سيرتو ماديا، يعني من هاد القناه كتجي شي بركه تنفرق على الاحباب، الحمد لله وربي كثير الحمد لله، والامور قعدت. بغيتكم تبارطاجيو هذا الفيديو، علاش؟ باش نديرو مسابقه للشباب ونهزو بالشباب، لان الشباب هو المستقبل ديال البلاد والمستقبل ديال بلادنا. وما نبغيش، لان هضرت في الفيديو السابق على داكشي ديال الحريق وداكشي ديال الهجره السريه، نبغي الشباب انهم يدخلوا يديروا بارطاج ويديروا فيديوهات سكيتش ديال جوج دقائق، جوج دقائق ونص على حساب، ونصيفطوه لينا في لاشين، وغادي نربحوا ان شاء الله احسن سكيتش. ومن بعد ان شاء الله غنكون ندخل المغرب ونحاول هذوك الاولاد يجوا هما الاولين، نتمناهم ونديروا مسرحيه ونديروا سبيكتاكل مجموعين. ما تنساوش بارطاجيو ان شاء الله. شكرا لكم والله يحفظكم ليا، تحياتي لكم.